هنكمل مع الكويك ماسك. الكويك ماسك احنا اتفقنا ان هو بمجرد ما بتدوس على الكويك ماسك مود بيديك لير تانية وبتبتدي تشتغل بالواحد من الدروينج تول. هفترض ان احنا هنشتغل بالبراش دلوقتي. اوكي البراش بتشتغل بالالوان، لكن في الكويك ماسك مود احنا ما عندناش غير لونين والفرق ما بينهم، يعني شغالين جراي سكيل. بص كده انا دلوقتي الباك جراوند بتاعي الباك جراوند اسود والفور جراوند ابيض، تمام اهم موجودين هنا. لو عاوز اقلبهم بقلبهم من البتن ده اوكي، ولو عاوز اقلبهم عن طريق الكيبورد بدوس اكس تمام بيرجع يقلبهم لي تاني مكان بعض. المهم دلوقتي انا في الكويك ماسك مود، لو انا هشتغل باللون الاسود معنى كده ان انا هعمل سيلكت. طيب لو انا عملت سيلكت كده اوكي ادي السيلكشن بتاعي. لو عملت كويك ماسك مود بقى ده سيلكشن. طب لو السيلكشن ده مش عاجبني ممكن اعمل فيه ايه؟ امسحه ازاي؟ روح بدل ما بترسم بالازرق هترسم بدل ما بترسم بالاسود هترسم بالابيض، بدل ما هترسم بالباك جراوند كولر هترسم بالفور جراوند كولر. طيب عشان نريبليس الباك جراوند والفور جراوند كولر ممكن كليك اكس. دلوقتي انا شغال بالابيض تمام؟ اوكي نشوف السيلكشن. ادي السيلكشن بتاعنا. في حته ثانيه انا سايبها هنا اهي. اوكي بقى كده السيلكشن بتاعي كويس. طيب لو انا عملت ديليت دلوقتي احنا اتفقنا ايه اللي هيظهر وايه اللي هيختفي. انا دلوقتي هعمل انفرس، هعكس السيلكشن وهدوس ديليت تمام. اوكي في جزء صغير هنا ما اتاخدش. طب انا هعمل كنترول وزد اوكي وهرجع للكويك ماسك مود تاني. بص ايه اللي حصل دلوقتي، اللي هيتحمى هو اللي اخذ اللون، يعني هو عكس الالوان كمان. لما عملت كويك ماسك قلب لي الكانفاس كله للون الازرق الغامق بتاعي علشان يقول لي ان ده اللي هيفضل والجزء الصغير اللي جوه هو اللي هيطير. طيب انا قلت لك ان هو بيشتغل على الابيض والاسود واللي ما بينهم، طب تعالوا نجرب اللي ما بينهم ممكن يعمل ايه. اوكي انا دلوقتي برسم هرسم مثلا ب 60%، لا انا هرجعه هنا وهعمل اكس اوكي وهقلل الاسود لحد 60%. اوكي ادي 60% معنى كده ان انا هرسم باللون ده. اوكي تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. انا دلوقتي جاي على الحواف بتاعت السيلكشن بتاعي تمام وعمال بخفف اللون بتاعها تمام. جميل خليكم فاكرين ان الكويك ماسك بيشتغل على الدروينج تول، يعني انا ممكن اعمل اللي انا بعمله ده باي حاجه من الدروينج تول، يعني ممكن اعمل الكلام ده بالباكت. دلوقتي هرجع بره الكويك ماسك مود. الاول عايز تبص على الكويك ماسك مود، بص الاسود فيه درجات جراي صغيره كده نفس اللون اللي هنا. طيب هطلع بره الكويك ماسك مود اشوف ايه السيلكشن معمول له ايه. اوكي في سيلكشن هنا اللي هو المارشنج انت ده النمل اللي ماشي، ده السيلكشن اللي انت شايفه بعينك، لكن لو عايز تشوف السيلكشن الحقيقي دلوقتي انا هدوس ديليت. ده السيلكشن فعلا اللي حصل ان هو نفذ المنطقه دي 100% لان احنا كنا بنرسم هنا بالازرق تمام، ولما عملنا عكسنا العمليه بقى هنا الازرق السوليد
وبقى هنا الازرق الخفيف، وده اللي كان 100% قبل ما اعمله انفيرس. يعني كده اللي حصل ان هو نفذ السليكشن بتاعي على درجات، يعني عمل سكراتش لللاير اللي تحته ونفذ السليكشن، هنا عمل سليكشن 100% وهنا عمل سليكشن 60%. مش شرط ان انا ابقى شايف السليكشن علشان يبقى هو اللي بيحصل. دلوقتي انا هدوس كنترول وزد، او هرجع للهيستوري، هرجع للبراش تول لاخر مره كنا في البراش تول. اوكي، حكويت الهيستوري، ودلوقتي انا في المده. ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن دلوقتي اعمل جوه اللير جوه الشانل. تمام، انا ممكن دلوقتي بمجرد ما اكويت الكويك ماسك مود بالشكل بتاعه ده ان انا اسيف السليكشن. ايوه، اسيف السليكشن. اوكي، بص كده على البتن ده، انا هدرجه فوق، هدرج الشانل فوق عشان نشوف ايه اللي هيحصل. بص البتن ده، سيف سيليكشن از تشانل. اوكي، بمجرد ما بتسيف السليكشن كتشانل بيضيف لك شانل تاني. ادي الشانل التاني وسماها الفا 1. تمام، لو انت بتشتغل في ملفين او هتمسح كل اللي انت بتعمله ده وعايز تابلاي السليكشن اللي انت عملته مره تانية، سواء على الفايل ده او على غيره، انت ممكن تحافظ على السليكشن وممكن تحافظ عليه كمان مع الفايل. يعني انا لو سيفت الفايل بتاعي وجيت افتحه تاني هلاقي الشانل دي موجوده. الشانل دي انت مش شايفها، لكن لو عاوزنا تشوفها ادي الشانل. تمام، طبعا هنتعامل كويس قوي مع الشانل ومع اللايرز، بس لما الاثنين يتقابلوا مع بعض عشان تفهم القيمه للي احنا بنعمله. احنا دلوقتي اتفقنا ان احنا سيفنا الشانل بتاعتنا. اوكي، ودلوقتي انا هسيف الملف كله. اوكي، وهرجع الباليت مكانها. اوكي، ودلوقتي هنروح نعمل دي سيلكت كنترول ودي. اوكي، وبعد كده هعمل سيلكشن، هقول له لود سيلكشن. لود سيلكشن هو ما عندوش غير الفا 1. لو انت عامل اكتر من ماسك هيتسموا زي ما انت عايز، بس غالبا هو بيسميهم الفا 1 والفا 2. لو انا عملت كليك على الفا 1، ادي الفا 1. ولو عملت له انفيرس هيقلب اللي انا كنت عامله المره اللي فاتت. اوكي، تمام، ادي السليكشن بتاعنا. فاكرين لما عملت ديليت ايه اللي حصل المره اللي فاتت؟ دلوقتي انا هعمل ديليت تاني. انا دلوقتي عكست الماسك رغم ان انا واخده من شانل واحده باسم واحد. تمام، هعمل كنترول وزد واشوفكم الدرس الجاي مع حاجه تانيه.